هل لكم أن تتخيلوا أن أحجام المكافآت المتحصلة عليها قد تتحدى مخيلتكم؟ صدقوني الأمر لم يعد مستحيلا بعد الآن. نقدم لكم تلمعات دايموند، فرصة جديدة رائعة من ألتيما للاستمتاع بالعائدات. كيف يعقل هذا؟ سنوضح لكم أيضا هذا. تتراكم نسبة 10% من مبيعات المتجر الرئيسي خلال فترة زمنية معينة في ثلاث تجمعات. يترقب المبلغ المتراكم المذهل هذا أبطالا يستوفون جميع شروط التأهل المناسبة. بعد استيفاء هذه الشروط المناسبة يتوزع هذا المبلغ المتراكم في التجمع على كل من يستوفي هذه الشروط بنجاح. يمكنكم التداول بقدر 1,000,000 يورو عبر الهيكل برمته من الانتقال إلى التجمع الأول. بمجرد تحقيق 10,000,000 يورو تنتقلون تلقائيا إلى التجمع الثاني، وبعد تحقيق 100,000,000 يورو من التداول في الهيكل برمته تنتقلون إلى التجمع الثالث. تسدد المكافأة في التجمعات بالتوكن بي اس بي الذي يمكنكم من تحصيل مكافآت ألتيما يوميا لقاء الاحتفاظ به. تنطبق شروط التأهيل لهذه المكافأة حيث يجب تحقيق تداول الشركاء في الخطوط الثلاثة الأولى إلى 5,000 يورو شهريا مع مراعاة قاعدة سيقان الشركاء وفق النسبة التالية. الساق الأولى للشركاء لا تزيد عن 50% من التداول، الساق الثانية لا تزيد عن 30% من التداول، والساق الثالثة هي 20% من المتبقية من التداول. حققوا أقصى استفادة من ألتيما بيزنس مع التجمعات الماسية دايموند. نتمنى لكم النجاح والموفقية السريعة. شكرا لكم، مع السلامة، إلى اللقاء.